مبسوطين ان احنا نكون في محضر الرب في اليوم الثاني على التوالي. مبسوط جدا بكل حضراتكم، بصلي ان الرب يكون بيبارك كل خدام وسطينا. فخورين بالعمل اللي عمله معانا الرب امبارح، والحضور الالهي اللي كان واضح، واستخدام الرب لخدامه الاخ صموئيل والاخ ايميل. بنصلي ان الرب يكون بيأيدهم ببركه كمان وسطينا النهارده. متأكدين إنه إحنا في محضر الرب، الرب مال المكان بحضوره. عشان كده تعالوا في البداية نكون بنكرم الرب وبنقول له شكرا لأجل هذا الحضور الإلهي. يلا تعالوا نجف مع بعضينا، خلونا نجف ونفسي وإحنا بنصلي هنصلي صلوة شوية مختلفة. نفسي كده يعني تعالوا نغمض كلنا عينينا، والأخ اللي جنبك يمسك إيده، والأخت اللي جنبك امسك يدها. قول يا رب النهارده جايين نتكاتف كلنا مع بعضينا، جايين نتكاتف يا رب ونعلن حضورك في المكان، جايين نتكاتف علشان نديك كل الكرامه وكل المجد، جايين نكرمك، جايين نكرمك، جايين نكرمك. ما اروعك يا رب، ما اعظمك، ما امجدك يا سيد، انت اله رائع. شكرا، شكرا ليك سيد الرب. يلا كمان نقول له رب عايزين النهارده نكون في جو الروح، مفيش اي حاجه تفصلنا عن محضرك يا رب. هللويا يا رب، حضورك يسبع عينينا، حضورك يملى عينينا يا سيد الرب. يلا واحنا بنتكاتف النهارده انه زي ما الرب سمعنا امبارح عن السجن المحبوب، الرب كسر سجون، والنهارده الرب هيكمل في اسم الرب يسوع. الرب هيكمل انه يكسر سجون كتير في حياة كثيرين. فقالوا كده نقول له يا رب اكسر كل سجن. احنا بنتكاتف وبنقول لك بيك احنا منتصرين، بيك احنا منتصرين يا رب. يا رب بنعلن ملكك، بنعلن سيادتك في المكان يا سيد الرب. اشكرك لانك حاضر. نعم يا رب، لا ندعيك للحضور لانك حاضر يا رب، لكن احنا نستدعي نفوسنا يا سيد الرب. انا بصلي دينا كلنا نتلامس يا رب مع حضورك الإلهي سيدي. بركة خاصة يا رب لكل وقتنا، سود سيادة كاملة على كل نفس في المكان سيد رب. استخدام إلهي لكل خدامك ببركة الروح القدس سيدي. في اسم ربنا يسوع يا أبانا بنصلي لك كل المجد. أمين أمين. تفضلوا ارتاحوا، ربنا يبارككم. أقول مرة تاني زي ما الرب باركنا امبارح وبلا شك أنه كسر سجون كثيرين، النهاردة كمان الرب ينفع يعمل ايه؟ يكسر سجون كثيرين. امين. قول يا رب اكسر سجني، مش عايز اكمل في السجن. على فكرة السجن ده مش بس للشخص اللي بعيد عن الله، ده في شباب خد خطوة مع الرب لكن للأسف مرات بيقع في سجن، بيقيد في سجن. فكلنا مرات بنيجي للرب واحنا محتاجين نقول له ايه؟ اكسر يا رب كل قيد. بركة ليكم، بركة لكل خدام الرب، منتظرين نعمة خاصة في الوقت ده بنعمة الرب يسوع. تفضل جميل الأسيس. مرة تاني بنرحب بيكم في خدمة التكليف الكرازي، بنرحب كل الشباب والشابات وكل شعب الرب الغالي في كل مكان. نشكر رب لأجل كل ترتيب إلهي رب بيرتبه لينا علشان نكون حوالين الملك. النهاردة اللقاء رقم 72، وكلنا فاكرين مع بعض عنواننا الجميل اللي رب بيكلمنا فيه، السجن المحبوب. فبشكر رب كتير لأجل الرسالة بالأمس، بشكر رب لأجل الكنيسة هنا، كنيستنا نهضة القداسة بكمبوها، بشكر رب لأجلها ولأجل الاستقبال
المشرف ولأجل كل ترتيب رائع احنا شفناه خلال الأمس واليوم. نشكر رب لأن في راعي جميل هنا في الكنيسة جناب الأسيس جون يوسف. نشكر رب لأجله، أسيس جون من الشخصيات الرائعة، معلم جليل درسني في كلية اللاهوت، وأنا بشكر رب لأجل حكمته ولأجل محبته. ربنا يكمل معاه مع فريق الخدمة الرائع الأخ ملاد وكل الشباب اللي بيخدموا الرب بأمانة في المكان. حقيقي النهاردة يوم عظيم من الرب، وإحنا بنعاين الحضور الإلهي وبنلمس مجد الرب في وسطينا. هيكون لينا النهاردة وقت نستمتع فيه بكلمات خاصة هيشجعنا بيها الروح القدس في محضر الرب. مرة تاني خلينا نقدس هذا الوقت أيضا بقراءات كتابية من كلمة الله من سفر المزامير مزمور 107. هستأذنكم مع بعضينا نردد هذه الكلمات ونعلن فيها حمدنا للرب إلهنا الموجود في وسط شعبه. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المزمور 107. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل مفدي الرب الذين فداهم من يد العدو، ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خيرا. الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد، لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي، فأدل قلوبهم بتعب عثروا ولا معينة. ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. العدد اللي نفسي النهاردة كلنا نستمتع به ونفرح به كلنا عدد 14. أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. مرة كمان. أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. آمين آمين. فضلوا استريحوا. النهاردة ليلة ربنا يفك فيها نفوسنا من الحبس، وكل سجن كما حدثنا الروح القدس بالأمس، كل سجن النهاردة محبوب على قلب أي حد فينا. الرب يقطع القيود ويطلق كل الأسرى أحرار باسم المسيح يسوع. مرة تاني بعبر عن امتناني وشكري للرب. احنا كجيل موجود وسطينا خدام أمناء رائعين الرب بيستخدمهم في كل مكان، فأنا بشكر الرب كتير لأجل يعني قائد الخدمة الرائع الجميل الأخ إميل فوزي. ربي يباركه على تثقله بخدمة التكليف الكرازي، والمنسق الرائع المنظم الجميل الأخ يوسف رفعت. ربي يباركه أيضا على كل ترتيبه وفريق الخدمة الرائع اللي بيجتهد معنا في الخدمة. كمان النهاردة شيء جميل أن نكمل ويكون معنا المرنم الجميل الرائع الأخ صموئيل فاروق. ربي يستخدمه يكون سبب بركة في وسطينا. نفسنا نرحب بالجميع النهاردة ونرنم ونفرح بالرب الإله اللي في الوسط. مساء الخير. ليلة فرح. أنا منتظر تقولوا أمين. ليلة فرح، ليلة حرية، ليلة هتاف. لا 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 كده نبعت نجيب عشاء. ليلة فرح، ليلة هتاف، ليلة تحرير. احنا مصدقين ان النهاردة أعظم باسم الرب يسوع المسيح. نشكر رب جدا عشان البلد المحبوبة اللي بتحب كلمة الرب وبتحب خدام الرب وبتحب عمل الرب، القرية الغالية قرية كمبوها. نفس حي الرب اللي فيكم تحية قوية. بشكر رب عشان الكنيسة فوق وتحت، شباب وبنات عندهم اشتياق لكلمة الرب وعمل الرب. في وعد حلو مال قلبي في مزمور 145 مكتوب: الرب حنان ورحيم طويل الروح
وكثير الرحمة. حطوا دائرة على كثير الرحمة دي. كثير الايه؟ مهما كنت حاسة بضعف، مهما كنت حاسس بوحاشة، كثرة رحمته النهاردة تحتويك وتحتضنك. محبة المسيح عملت النهاردة هتحصرنا، مهما كنا شعرين بأي حرمان من ناحية أي اتجاه من اتجاهات الحب، هو هيحصرنا النهاردة. أنا عارف أنك كنت واقفين، بس مين يقف معايا النهاردة؟ قول يا رب احتضننا النهاردة يا رب، محبتك تحصرنا. محبتك تحصرنا. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. مين يقول له شكرا عشان رحمتك وحبك يا رب؟ نفسي كلنا نغمض علينا ونصلي يا جماعة. مش عايزين نعتاد الاجتماعات، ولا عايزين نعتاد النهضات، ولا نعتاد الأيام الروحية، لكن قول له رب ادينا شغف جديد وحب جديد لشخصك في محضرك النهاردة يا رب. ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا يا صلوها تاني ارحمنا ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا ارحمنا يا شكرا عشان رحمتك وحبك يا رب. وانت واقفه تصلي شكرا يا رب، قول له شكرا ان جواك ليا رحمه، رغم انك عارف عيوبي، رغم ان عارف سقطاتي وعارفني وكشفني، لكن وشك ليا مليان ابتسامه، وقلبك ليا مليان محبه ومليان رحمه. قلب ده امبارح واحنا بنسمع رسالة الرب من فم الأخ إيميل فوزي لما بيقول جرب تقول كده وشوف الرب هينقذك ازاي، جرب تقول له موجوع كده وشوف هيشفيك ازاي،
جرب تقول له غرقان كده وشوف ايده هتطولك ازاي. شكرا يا رب. كل يوم عينك عليا طول الرحلة وفي المشوار مطمن انت معايا ليل ونهار. كل يوم عينك عليا
أنا مديون لجراحك جيت وديتني صباحك والدم غطي دمك على عتابي ياللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت وفي هللويا هللويا. أحبك القساوة تدوب، أحبك ترفع المغلوب. حد هنا مغلوب يقول له ارفعني، حد هنا مغلوب يقول له اديني نصرة يا رب. أي شيء أنت مغلوب منه أطلب من الرب النهاردة يدي لك نصرة، زي ما كان بيقول رجل الله الأخ إيميل فوز امبارح، إنه جرب تقول آه، شوف إزاي هيسرع ليك ويلحقك ويطولك. جرب تقول للرب موجوعة مكسورة وشوف هيشفيك ازاي،
وشوف هيقيمك ازاي، وشوف هيصنع منك بطلة ازاي. اوعى ابليس يحطك في خانة من خانة الاحباط واليأس ويخليك تبعد بعيد وتستسلم للحالة دي. اوقات كتيرة قابل شباب وبنات يقولوا احنا خلاص انا حالتي كده ومش هتقدم عن كده خلاص، لو ربنا ينفع يغيرني كان غيرني من زمان. ربنا ينفع يغيرك، بس انت سلم نفسك ليه، سلم نفسك ليه، سلم نفسك ليه. دايما الاخ يميل يقول تشبيه بحبه جدا وبحب اقوله دايما، انه لو حطينا جزازة فاضية وقفلنا الغطا ورميناها في محيط مية هدخلها كم نقطة مية؟ لان الغطا ماله مكفول. لكن لو حشنا الغطا وحطناها في جردل في شبرين مية هتلاقي جزازة في ثانية حصل لها ايه. من فضلك افتح الغطا، حوش المانع اللي يخلي مية ربنا تدخل جوه قلبك النهاردة، حوش الغطاء اللي مانع ان حب ربنا يغمرك النهاردة، يغمرك النهاردة، حوش الغطاء اللي مانع ان قداسة ربنا النهاردة تجملك وتكللك بالكامل النهاردة. يلي بترفع عبدك بيدك المليانة احسان، يلي بتتقدم خطواته وتحميه مش شيطان. انا جاي لك وانا بطرح، ايوه هي الحل، هي اطرح نفسك، اطرحي نفسك. اللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده اله قدير ايوه صعب يتكسر. اللي عنده اب زيك يبقى لازم يفتخر، واللي سنده اله قدير ايوه صعب يتكسر. ده اللي ايده ماسكه ايدي وإيده مسحان الدموع، ده اللي هفضل أحكي عنه، ده حبيب قلبي يسوع. ده اللي إيده مسكة إيدي وإيده مسحان الدموع، ده اللي هفضل أغني عنه وعظمه حبيبي يسوع. يلي بترفع عبدك بيدك المليان احسان، انا جايلك وانا بطرح نفسي يا زميلي التعبان. يلي بترفع عبدك بيدك المليان احسان، انا جايلك
حاجة مني انت اللي
نعمتك عظيمة اللي قضي بيا ودت ليا فيك ايدك بتحاورني ايوه ايدك كريم انت اللي مفرحني دين الترنيمة تستاهل اغنيها واعترف بجميلها تستاهل اغنيها واعترف بجميلك غني اسمك يا رب غني انت فيا وملاني مليان بايه مليانه بايه مين النهارده يقول يا رب طلعني النهارده مليان بيك وبصوتك وبكلمتك بص يا جماعه سامحوني احنا مش بنلعب اجتماعات احنا اللي في قلبنا وفي قلب الاخ ايميل واخويا يوسف والجاسيس وكل فريق الخدمه انه في يوم زي ده واحد داخل بالمخدرات يطلع من غيرها لانه تلاقى مع المسيح هو ده هدف الخدمه مش هدف الخدمه لما وخلاص لما ينفع سهل اللمه في اي مكان بس عايزين النهارده ما تبقاش لمه عاديه لكن لما يكون فيها لمسات وتغييرات من شخص الرب يسوع المسيح نطلع من هنا نحكي للبلد نقول فلان كان أعمى والآن ها فلانة كانت ماشية كده راحت ماشية إيه ها كانت ماشية في طريق الضلمة بقت ماشية في طريق النور القصة مش اجتماعات لكن بصلي من كل قلبي إن كل واحد من إخوات الشباب الحلوين المباركين دول يطلع متبت في إيد المسيح كل واحدة من إخوات البنات اللي حاضرين دول تطلع ايدها في ايد المسيح تعيش في قداسه وحب وطاعه مع ملك الملوك ورب الارباب نفسي كمان اشكر ربنا عشان اخوات البنات والشباب اللي فوق في الدور الثاني رغم انهم مش معانا تحت مش في القاعه الرئيسيه لكن بيرنموا بكل قلبهم بكل محبه نفسي نحيي الرب اللي فيهم منورين رب يبارككم مين جاهز بقى يسمع كلمه الرب مين عايز ها امين يا رب عطشانين وعايزين يا رب عشان نتغير هرن معاكم الترنيمه الاخيره دي هنقولها على طول من غير معلق امين قلت عليك ان انت
ناسيني ولا بتدافع ولا تحميني ولا بيهمك يفرحني ولا بيهمك يبكيني. قلت عليك ان انت ناسيني ولا بتدافع ولا تحميني. لقيتك راسم صور لخطة مهيش محصورة. لقيتك راسم صور لخطة مهيش محصورة. في ضعفي وجهلي وفكر البشر قدراتي المحدودة. لقيتك أب وقت الحاجة تجري تمد الإيد ونبص بنظرتنا المحدودة وانت تشوف لي بعيد. ولقيتك أب في وقت الحاجة تجري تمد الإيد. قلت الناس مساكين وغلابة وانت بعيد والدنيا دبابة. والإيمان والصورة الحلوة رعايتك شعرات كدابة. قلت الناس مساكين وغلابة وانت بعيد. وفي قلب الأحداث. ولقيتك لما الجوع بيشد تبعت خبز معطر وترتب لي الخير. ولقيتك لما الجوع بيشد تبعت خبز معطر لي الخير. ياما عليك ما تجيش. قلت ان انت خلقت الناس سايبنا نعيش زي ما بنعيش. قلت عليك ما بتسمعنيش. لقيت في الشك غباء وسذاجة ساعة احلامنا تكون محتاجة. لقيت في الشك غباء ساعات أحلامنا تكون محتاجة. شكر مع الإيمان والصبر. قولوا معايا. ولقيت الصبر الصبر معاك. واللي يجيلك عشقاني الآن ربي بصير وسميع. ولقيت الصلاة والصبر معاك مجهود مش بيضيع. واللي يجيلك عشقاني الآن بصير وسميع. قلت ان انت بعيد في سماك. قلت ان انت بعيد في سماك وعن ايام هي الشايفاك. اعمل ايه علشان اوصلك واعمل ايه علشان القاك. لقيتك جيت في صورة انسان عشت في نفس ظروفي كمان. لقيتك جيت في صورة انسان قال عنك رجل الاوجاع مختبر الاحزان. سامحني بدم صليبك اسف اسأت الفهم في يوم. وفي صورة غضبي وقلبي خايف وجهت لك لون. سامحني بدم صليبك اسف اسأت الفهم في يوم. وفي صورة غضبي وقلبي خايف وجهت لك لون. بارك اسمك يا رب. امين. من كل قلبي بشكر ربنا لأجل كل ترنيمة مباركة الروح القدس كلمنا فيها وشجعنا من خلالها مع المرنم الجميل الأخ صموئيل
بركة كبيرة وجوده في وسطينا، وكل مرة بنسمع الترنيمات الرائعة على لسانه كلنا بنبقى فرحانين ومتشجعين به كتير. ربنا يباركه. بعض المرات كنت بجرى قصة عن العفو المرفوض، وما شد انتباهي في هذه القصة ان الشاب قبل موته وتنفيذ حكم الاعدام عليه قال انا عايز ابلغ رسالة لكل الشباب، انا لن اموت لاني قاتل ولن اموت لاني سجين، لكني اموت لسبب واحد، اني رفضت اني اخد او اقبل العفو من يد الحاكم. فهذا الشاب ندم طول حياته وانتهت حياته نهاية مأساوية لانه رفض قرار العفو من يد الحاكم. والنهاردة ربنا بيشجع كل حد فينا، ربنا بيكلمك، ربنا بيوصل لك رسالة. ان كنت سجين في سجن انت بتحبه فهناك قرار عفو مقدم ليك من يد الرب، فافتح ايدك النهاردة، اقبل عمل النعمة، اقبل عمل الإله لحياتك، وربنا يخلصك من كل سجن غالي عليك سنين طويلة. نفسي نصلي قبل ما نسمع رسالة الرب لينا. غمض عينك وقول له كلمني يا رب. بالأمس كان الروح القدس واضح في كلماته لكل واحد فينا على فم خادم الرب الغالي الأخ أميل، وهو بيكلمنا الرب على فمه عن السجون المحببة لأنفسنا وعن سجون كتير محبوسين فيها. فالنهاردة الرب بيكرر ليك الرسالة وهيوصل ليك كلمات خاصة إلى قلبك لأنه يريد لك العفو. أصرخ صرخة حقيقية أمام الرب، قل له يا رب أنا فاتح قلبي وذهني وحياتي ليك النهاردة، والعمل النعمة إنك تعمل في حياتي وتخلصني وتحررني. أطلب من أخونا الحبيب الأخ شنود عوض يقودنا في صلاة من أجل الكلمة المقدسة، إن الرب النهاردة يهيئ كل قلب كل كيان لسماع كلمة الله. يا رب خدنا النهاردة عند الصليب، نروح عند الصليب يا رب النهاردة كلنا، كل واحد وواحدة فينا يا رب، بنطلب من عند الصليب بر الصليب يغطينا يا رب، بر الصليب يغطينا. بنطلب يا رب لأجل كل سجون احنا داخلين بيها يا رب، كل سجون خطية احنا داخلين بيها يا رب، كل سجون إدمان، كل سجون يا رب نجاسة، كل أمور احنا داخلين بيها نتفك. أنا بصلي النهاردة يا رب وإحنا في محضرك، وإحنا في محضرك بنصرخ إليك يا رب حررنا يا رب حررنا. كل قيود داخلين بيها تتفك في محضرك يا رب، كل أنيار داخلين بيها تتلف يا سيد. بنصلي النهاردة إن مجدك يغطينا، إن مجدك يغطينا يا رب. أنا بصلي النهاردة كلمتك توصل لقلوبنا، أنا بصلي النهاردة عينين مفتوحة عليك يا رب وأذان مفتوحة عليك يا رب وقلوب جاهزة لاستقبال كلمتك. أنا بصلي اسم المسيح يسوع كلمتك على فم عبدك لينا النهاردة، مطرقة على الصخر، كلمتك لينا النهاردة تطلقنا أحرار يا رب. نصلي ونعلن أن المعلم في الوسط، أنت حاضر في الوسط، فحرر يا معلم، حرر يا معلم، عد على كل حد فينا بحرية جديدة بإبراء. نعلن لينا بر المسيح النهاردة، بر المسيح يغطي كل نفس فينا، سود بالكامل في المشهد يا رب. نعلن ان الشيطان ليس له ذكر، مجدك علينا يرى. كلمنا كلمنا، جهز قلوبنا لاستقبال كلمتك يا رب، فيض علينا بنعمتك الغنية في اسم الرب يسوع المسيح، آمين آمين. شكرا للرب لأجل رسالة الأمس، وأنا أثق ان اللي كلمنا بالأمس هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. نشكر رب لأجل وجود شخص غالي على قلبي وتعلمنا كتير منه ومن كلمات الرب على فمه في كل مرة بنخدم الرب معاه، الأخ إميل فوزي. النهاردة وقت مميز أننا نسمع رسالة الرب على فمه، نفسنا نرحب بيه مرة تانية. ربنا يبارك ويحفظه ويستخدمه باسم المسيح. تعالوا كلنا نقف في محضر الله، شبان وشابات. ما أرقى المكان اللي احنا فيه، ما أرقى حضور الرب وسطينا، ما أرقى تعاملاته وهمساته لكل شاب وشابة فينا، ما أرقى كل واحد فينا بيستقبل إله ليقول له
أنا ألاقيك النهاردة بالحب، ولاقيك بالنعمة، ولاقيك بالصلاح، ولاقيك بفيض الرحمة، ولاقيك غير كل الناس ما بتلاقيك. ما أعظم الرب اللي موجود وسطينا، ما أعظم الرب اللي موجود وسطينا. شكرا من أجل بلدنا المتميزة كمبوها. ممكن نرفع إيدينا كلنا؟ كمبوها بلد متميزة في عين الرب، بلد متميزة جدا في عين الرب، بلد غالية جدا جدا عند الرب، بلد لا تشوه باسم الرب يسوع ولا تزعج، وشبانها وشباتها في إيد القدير مقبوضين محروسين، لا أذى عليها ولا مضاد في وسطيها ولا محاولة من إبليس على أي بيت فيها بالأذى وبالسوء وبالتضاد. وإحنا بنعلنها شبان وشبات واقفين في محضر الله. الرب بيأمن على الكلام ده، إن يحرس بلدنا ويسيك حوالين بلدنا ويضمن سلامة بلدنا، يضمن كرامة شعبها وكرامة شبانها، كرامة شباتها، كرامة الكنائس ورعاتها وخدامها باسم الرب يسوع المسيح. ومرة تانية السجون المتميز، ممكن وإحنا رافعين إيدينا وكأنك مش قادر توصل له كلمة، إنك أنت تقول للرب احفظ الإناء ده وبارك الإناء ده، وحوالينه وورا ظهره ضع يمينك يا رب. هو مع كل خدامك وملائكة السماء اللي بتخدم في كمبوها، محفوظين محروسين متشددين. الأيام اللي جاية يروا مذهلات يمين الرب باسم الرب يسوع المسيح. كم واحد بيحب الأسجون؟ روعة. أنا عايزك يعني لو تبص على الناس اللي بتحبك، ممكن نرفع أيدينا؟ كلهم حبايبك، أنت جميل وابتسامتك جميلة وحضورك جميل يا سجون. يعني أنا مش كتير بحب أن أنا أطرق بأي إطراء على المنبر إلا للقلائل بكلام حقيقي. فالرب يحميك ويحفظك. وكم واحد بيحب أخونا صمويل؟ بس دول؟ ده ما رفعوش ايديهم. يا حبيبي ارفع ايدك وحاول تشجعه، الراجل مش باصص علينا. شكرا من اجل اخونا صمويل الجميل، وشكرا من اجل اخونا يوسف الشاب الخادم الحلو الجميل، اسس وائل، اخونا شنوده، اخونا سدراك بيتر. وانا فرحان النهارده اللي موجود وسطينا اخ حبيب الاخ اشرف، دكتور اشرف. هو من ديروت وزوجته من ديروت، وهم عايشين حاليا في ناشفيل امريكا، وهو في زياره هتنتهي بعد كام يوم. فاحنا كنا بنخدم انا وصمويل عنده من حوالي شهر وشويه، وهو النهارده موجود وهيسافر بعد كام يوم بالسلامه. ربنا يباركك ويبارك رحلتك في مصر. كم واحد متوقع ان ربنا يحسن الينا احسن جديد؟ يا سلام يا سلام. طب بالامانه بالامانه، نعرف ان احنا على الهوى وفي الكرمه، كم واحد جاي عشان يتجوز؟ بالأمانة يعني كم واحد جاي بنية النهاردة؟ صدقني يا سجون يعني ما حبش كخادم أخدع نفسي أقول إيه، ممكن يكون عدد كبير شبان وشابات جايين عشان الرب، بس أكيد في أعداد ولد مثلا جاي كده لا شاف صمويل ولا بصل صمويل ولا هيبص لنا وعينه الناحية التانية. أنا عارف عمال يقول يمكن ربنا يدينا النصيب النهاردة، وليه لا، يمكن الرب يدينا النصيب. بس أنا عايزك تهدى وتركز، يعني ركز في العظة وصدقني صدقني، يمكن وانت على الباب طالع اللي ما قدرتش تشوفه جوه الاجتماع تشوفه بره الكنيسه. فركز معانا، اعمل معروف واهدى شويه كده، وخلي طلبتك دي رقم اتنين، وخلي طلبتك الاولى عايز اشوف الرب. تيجي نعظم الرب كلنا مع بعضينا. عظم عظم عظم. ايوه للرب كل المجد والسلطان والكرامه والقدره، العظمة الجلالة 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 للرب يسوع المسيح وحده. مبارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد. حلو حضور الرب يا شباب، حلو حضور الرب. صدقوني العاشر يقوم والتعبان يرتاح والمكسور يتجبر والمجروح يعصب واللي لا معين لي ولا مساعد لي يلاقي الرب. يعني يكفينا الترنيمة الأخيرة، ولقيتك لقيتك
وسط كل التشوهات اللي شوهتك بيها وقلت انت بعيد ومش حاسس ومش دريان، لكن لقيتك. وانا بسأل الرب سؤال الاخير في وسط الترنيمات او في اخر الترنيمات، قلت له هتلاقي مين النهاردة يا رب؟ تلاقي مين من الشبان؟ تلاقي مين النهاردة يا رب؟ تلاقي مين جاي لك كده مش جاهز؟ ده جاي مكسر، ده جاي مخلص إبليس عليه. بس حتى لو خلص إبليس عليك، يوجد العفو الإلهي الملك السماوي لكل سجين وسجينة، لكل مدبوح، لكل مجروح، لكل مكسر، لكل مدغدغ. عند السيد الرب أمور كريمة لكل نفس فينا. تيجي نعظمه مرة تانية. ما أكرم الرب، ما أكرم الرب، ما أكرم الرب، ما أكرم الرب، ما أكرم الرب. شكرا شكرا. هنقرأ كلام مقدس من سفر أيوب إصحاح 8 عدد 2. إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فمك ريحا شديدا؟ هل الله يعوج القضاء أو القدير يعكس الحق؟ عدد حضراتكم 14 ينقطع اعتماده ومتكله بيت العنكبوت. إصحاح 17. روحي تلفت، أيام انطفأت، إنما القبور لي. تفضل. متأسف ان انا اقول الكلام ده. قبل ما اعرف الرب كنت انا واخويا، عندي اخ اصغر مني سنتين اسمه ستيفان، ففي شارع من شوارع صدفة بلدنا بنت معدية فعكسناها، فالبنت وقفت وعفوا شتمت وتفت، فاخويا بص كده واستغرب عمل لها كده، فالبنت جت باستفزاز قالت انت مستغرب ليه؟ اه لازم اعمل كده. قال لها انا مستغرب ان احنا عملنا فيك معروف وعكسناك. فلما قال الجملة دي انا اتبسطت، لان البنت كان شكلها بسيط متضع، انا مش بتنمر عفوا، فشكلها بسيط. فرحت انا بصوت عالي قلت لها يا بنت احنا عملنا فيك معروف وعكسناك، انت المفروض تبقي فرحانة. ورحت مكررها كم مرة لغاية ما البنت بصت لي كده وراحت بكت. بعديها بأسابيع اختبرت نعمة الله، وبعديها بحوالي سنتين أو ثلاثة وقفت على المنبر وهي كانت حاضرة، وأنا بقول جملة من ضمن الجمل، رحت قلت أنت لازم تشوف اللي عمله الرب، كله جميل، خليقة الرب جميلة، الوشوش جميلة، الولاد جمال، البنات جميلة. فأنا بسلم عليها عند الباب، قالت لي متأكد كل الوشوش جميلة؟ فأنا صرا طبعا. قالت لي مش أنت عملت فيا معروف إن عكستني؟ فساعت عارفين روحت واقف كده قلت لها آسف، على فكرة أنت جميلة. راحت حركت شعرها كده من شمال، قلت لها جميلة في الرب، جميلة في الرب. وتذكرت حاجة في منتهى الخطورة. إيه هي بقى؟ امبارح كنا بنتكلم ان واحد من ضمن السجون المحبوبة لدينا الشكوى، استدامة الشكوى. واحد ليل نهار يشتكي، بنت ليل نهار تشتكي، واحد تاني عنده السجن المحبوب بتاعه اعياء الروح، نحب يكون جوه مكسور دايما، متكسر دايما، حب الحالة دي، حب الحالة دي. واحد تالت لم يجد معين، فبي انظر يمينا ويسارا، ليس لي من يعينني او يساعدني. سنرد أتكلم على حاجة مهمة جدا شبان وشابات. بصوا عدد واحد في إصحاح 8 يقول إيه؟ عدد واحد، وده سجن خطير. إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك فمك، يعني ريحا شديدة. في ناس سجينة إنه متأسف يعني الحكم السريع، القول السريع، النظرة السريعة، الإشارة السريعة.
مش عارف النهاردة ليه أنا قمت الصبح بصلي فتذكرت موقف عملته مع أمي، فساعتها غضبت وقلت لها كلمتين صعبين جدا، فما أعرفش النهاردة ليه تذكرتهم. وقعدت أحصي كم مرة أنا كم مرة كإيميل خرجت من فمي ريحا شديدة، خرجت من أفواهنا كلمات توجع، ممكن توجع الغير، ممكن توجع أنفسنا. يعني شوف، تصور أصعب كرباج. يعني أنا في وقت من الأوقات كنت بتضرب بحاجة بكرباج مثلا من والدي، بس أصعب من الكرباج إنك أنت تشتغل تلسين على نفسك، تخرج كلمات فيها إدانة، كسر، وجع، تقليل. ما أقدرش النهاردة أبص على أي شاب وشابة وأقول مين عنده السجن ده إنه تخرج من فمه سيوف للغير والنفس والأيام والخطواته لدرجة إنه عجز نفسه. السجن ده خطير، إن في ناس بتعجز أنفسها بأنفسها، في شبان وشابات عجزوا أنفسهم بأنفسهم، شاخوا، كبروا. تعال اطلع على المنبر مكاني، تعال وتعال بص علينا كده، شباب زي الورد، بنات جميلة، الأخوات اللي كانت بتزغرت وفرحانة مع صمويل في التسبيحات والترنيمات، روعة، حفلة إلهية، حفلة إلهية، غرض ربنا يتعظم ويتمجد ويتسلط علينا، وغرض ربنا إخراج أنفسنا من السجون باقتدار الروح. فالسؤال، إلى متى تخرج أقوال فمك ريح شديدة؟ يعني بص، أحبط في نفسي، أوجع في نفسي، أدين في نفسي، أغضب في نفسي، أدين الغير، أحكم على الغير، أمرر الغير، أكسر الغير. بس عارف ده سببه إيه؟ من ضاق اشتاق. اللي يدوق الرب يتعلم يعني إيه نعمة في نعمة. عارف النعمة تخليك إيه؟ إن أنا أتكلم عن نفسي عفوا، أنا الذليل وأنا الحقير وأنا رب مش عارف أقول إيه الليلة دي، أنا اللي فيها كل العبر وفيها كل العيوب. نظرة النعمة نظرت إلي فسحبتني من حتة لحتة وجابتني من مكان لمكان، وما قالت ليش أي كلمة غير بحبك. ده صوت الرب، بص صوت هو الرب. ده أنت أكتر واحد ليك الحق تحكم علي وتقول فيا اللي أنت عايزه. يقول لي لا، النعمة والحب شايفينك على الدوام جذاب. النهاردة تسأل كشاب وشابة، شايفني إزاي النهاردة الرب؟ بعين النعمة، بعين الحب. فيش واحد النهاردة الرب عايز يقول له كلمة في حقه وحشة، ولا كربجك، ولا يدوسك، ولا يكسرك، لكن عارف يقول لك الليلة بالحب والليلة بالنعمة سجون أبواب هتتفتح ويخرج الكل. ده صوت الرب الإله الحكيم الرحيم، ما بيمسكناش. لما يملكني بالنعمة، بص اللسان هيبتدي يقول يلا كلام نعمة. تعرف تروح له كده، تروح قاعد قدامه تشوفه هو بيطبطب عليك ويدويك، تشوفه هو بيشفي الأعماق. ده في يوم من الأيام سأل، وأنا بحب السؤال ده خالص، قال له يا صهيون، من يميل يسأل عن سلامتك ومن يعزيك؟ وحط نقطة. فصهيون وقفت قالت له لا في من يسأل عن سلامتي ولا في من يشفق علي ولا في من يعزيني. قال لها أنا أشفق أعزي أميل أسأل عن سلامتك. لو أنا سبت المايك كده، مش عايز أوعظ، بس لو سبت المايك كده هتفرج على إله، لو طفنا الأنوار هيروح لكل واحد فينا يسأل عن سلامته ويعزي ويشفق وينعم ويفك. لما تيجي تسأله ليه كده، يقول لك أصل اللي جوه ليك
أرصدة غالية ما فيهاش غير كلام النعمة. ما تيجي تروح رايح له بص كده تحط ايدك في ايده وتقول له ايه، انا المجرح، انا المكسر، انا التعبان، انا المكتوم، انا المربوط، انا الذليل، وانت بتقرب منه اللي جواه ناحيتك يدهولك فيبقى ناحيتك انت، ناحيه نفسك على نفسك، ناحيه نفسك على نفسك، تشفى من ادانه نفسك. سجن الادانه مرير يا بنات، سجن الادانه يعجز صاحبه، سجن الادانه يصغر صاحبه، سجن الادانه يوصلك لمستوى لما يجي الرب يقول لك ايه، الليله ليله افراج ما تحسش. وده اللي قاله الكتاب في خروج 6، موسى جاي لهم فرحان يقول لهم ايه، الرب قد سمع الانين. شوف الجمله دي، الرب قد سمع الانين، الرب قد راى المذله، الرب قد علم الاوجاع، الرب نزل لكي ينقذ. رباعيه خطيره، سمعت الانين، رايت المذله، علمت الاوجاع، نزلت لكي ينقذ. في خروج 6 يقول لم يسمعوا لموسى من صغر النفس والعبوديه القاسيه. سجن الاستعباد الشخصي من واحد على نفسه يبقى مخليك عارف مش شاعر. تمر عليك، تمر عليك نعمة الله، لا 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 لا، لكن أصلي من كل قلب الليلة دي يا رب لتجرى آية من آيات الروح القدس في وسطينا اسمها فك أنفسنا من كل كلمات الإدانة ونظرة الإدانة وكسرة الإدانة وتعجيز النفس إن هي تروح للرب. أنا ما استحقش نعمة الله. مين ما يستحقش نعمة الله معايا؟ يرفع إيده كله، ارفع ايدك، ارفع ايدك. انا ما استحقش نعمة الله، بس بصوا نفس الايات اللي بتقول ما استحقش هو هيديك في النعمة تكون مستحق. واحد يقول يعني ما ادفعش حاجة، لا، انا هاجي بخطوة ذليلة وقف قدامه كده واروح مدد ايدي واقول له يا رب فك نفسي وقلبي حياتي خطواتي من كل كلام في إدانة واستعباد وكسرة. أنا اسمع مني الجملة دي، أنا لن أيأس من نفسي لأنك أنت لا تيأس مني. قولها تاني من فضلك، أنا لا أيأس من نفسي لأنك أنت لا تيأس مني. مرة تالتة، أنا لن أيأس من نفسي لأنك أنت لا تيأس مني. تعرفوا جموعنا دي واللي في البلكونة والمشاهدين الأعزاء، الرب لا ييأس في نفس واحد. يعني ايه ايده مفتوحه وقلبه مفتوح هيستقبلنا كلنا؟ طب ايه المطلوب مني؟ اتجرأ وما تخليش الادانه تربطك، ما تخليش سجن الادانه اللي انت حبيته ان انت تكسر في نفسك وتحطم في نفسك وتشوه في نفسك وتربط في نفسك، لان ده ربطتك على اغلى حاجه. حتى الرب هو جاي يستقبلك فتجري له، انت مش قادر تجري له، متعجز ولفت على التعجيز. ولما نيجي لاخر الاجتماع اقول لك الرب قدم نفسه ليك، ما روحتش ليه؟ ما عرفش ايه السبب. بصوا ليفضح ابليس النهارده وسطينا، اكتر مانع او اكتر موانع التوبه نظرتك الدنيه لنفسك، اقوال فمك، ريح شديد على اقدامك. بصوا لي كده من فضلكم، مش عايزك ترفع ايدك في اللي جاي، هو الرب حلو هيحليك، هو الرب طيب هيطيب قلبك، هو الرب صالح هيعلمك الصلاح، هو الرب معين هيعلمك تعين الغير، هيديك إمكانيات للبيئة ولا الأسرة ولا الأب ولا الأم ادهالك. انت اللي جاي مفلس وتقول ما فيش حاجة حلوة، هتتملي بحاجات حلوة الليلة من الرب، هتتملي. صدقني هتلاقي نفسك طاير كده، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، تتغير النظره، تتغير الاحوال، تتغير الاحكام، تتغير الاحكام، تتغير الاحكام، صدقني تتغير الاحكام. ما احلى الرب. ليه اقوال فمك شديده على نفسك؟ عشان ما دقتش. طب لما تدوق، كان معانا بنت في مؤتمر في سلامه ناشط صملوط، كره نفسها بشكل رهيب رهيب، تشوف دي
وتوب دي ودموع دي، وهي واقفه تتفرج كده بطريقه صعبه. ولما لمستها نعمه الله يا ربي وهي بتسلم علي، قالت لي انا حلوه في المسيح. قلت لها طبعا. قالت لي قولها لي تاني. قلتها تاني. انا اقول وهي تبكي، تقول اصل انا من كتر ما غلطت 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 وشوهت سمعتي، فحس نفسي ان انا ما ينفعش اي حاجه غير للموت. لكن لما في المؤتمر ده يقول لا موت، لن تموت بل تحيا، لن تموت بل تحيا، هل ينفع الرب يمر على واحدة زيه ويحييها؟ حاليا خادمة كبيرة بتكرم الرب وتخدم الرب. فما أحلى الرب، ما أحلى الرب، ما أحلى الرب. النهاردة بتكونش بتعرف تدين البنات. الفترة اللي فاتت بصوا، في قرانة في أسيوط وفي المنيا وفي الصعيد كله بنات كتيرة غلطت أخطاء. الغلطة بفورة. يعني إيه الغلطة بفورة؟ يعني وثقت في ولد، حبت ولد كم شهر كده، وراحت بعتها له فيديو أو اثنين أو ثلاثة بصورة مقززة. خد الفيديوهات ولم يكن أمين ولم يكن مضيف، خد الفيديوهات دي ورها لأصحابه أو عرضها على أصحابه أو بعتها لأصلاح أصحابه. باظت سمعة البنت دي، باظت. في منهم بنات جريت وانتحرت، في منهم بنات انعزلت، في منهم بنات اتكسرت، في منهم أسر سابوا البلد، في منهم بنات كانوا أشطر وأشطر راحوا للرب وراحوا قدموا كده قالوا له احنا بلا خبرة، انا بنت بلا خبرة وصنعت الأمر الشرير ده، انا صنعت كده وكل الناس تذبح 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 فيا، نازع القولك انت تقول ايه يا رب؟ اصدر. بصوا دي اصدر الرحيم الغير محدود فرمان الهي مثل هذا تحيا ومثل هذا تعيش ومثل هذه ترفع راسها وتتكرم. لا ده بس كل الادي تشاور ام فيديو ولا اثنين ولا ثلاثه واربعه، لكن اله يرحم، اله يرحم، اله يعفو. يا ما بنات بصوا، انا عندي مواد لكده وعندي شخصيات لكده وعندي اسماء لكده. لما عفى عنها الرب تعالى شوفها بتنقذ بنات بتتحط في المواقف دي. ولما تيجي تقول لها ايه تقول لك اصل انا اتحكم عليا من العيون والافواه والايادي والقلوب، وجاء حكم الهي ينهي على كل ده ويعطيني كرامة جديدة. البنات دي بتخدم. بصوا البنات دي بتخدم، البنات دي بتخدم، البنات دي بتتحرك. انا عمال اتصور لو وسطينا بنت في كمبوها حصل معاها الامر ده، كم ايد تشاور، كم عند دين، كم قلب يدين، وكم شاب ممكن يحتفظ بالفيديوهات دي، كم شاب ممكن يكون مخليها لمرآه ومسمعه وادانته. ادي بنات القريه، ادي بنت فلان، وتحتجز فلانة دي لأنها أخطأت خطأ واحد أيا كان، حتى لو الخطأ جسيم وضد الأخلاقيات وضد التربويات أنا معاك، لكن رحمة الرب بتقول لكل الأحياء يوجد رجاء. فالنهاردة لو في شاب من الشباب ماسك فيديو على بنت، ماسك مقاطع فيديو لا يحن ليك أرجوك، تقول لي لا ما هي غلطت، غلطت وهي في سجنها، وانت مسكتك للفيديو وانت تدين، انت برضو بتغلط، انت برضو في سجن، انت برضو في سجن. اعرف قرية من القرى في مكان معين حصل موقف زي كده مع بنتهم، وكانت هتقوم قومة معينة ومعرفش ازاي الرب استخدم حد وراح قال لا دي من قريتنا، يعني من دمنا، من قريتنا يعني من مناخنا من سمعتنا من بلدنا، وراح وقفوا النشاط الشيطاني ده، وقفوا الإدانة، وكان الأمر سريع يتحكم فيه الروح القدس بصورة جبارة، وتكرمت البنت تكريم عظيم، وحفل زفافها كان من أروع ما يمكن. فالنهاردة إدانتنا بص، إدانة أب على خطأ، إدانة أم على خطأها، إدانة بنت على فيديوهات ومقاطع، إدانة أنفسنا على أخطائنا، إدانة الأيام، إدانة الظروف، إدانة الرب. عارفين النهاردة عايز أقوم بثورة على إيه؟
لتكن الليلة ليلة حريق سجن الإدانة، لتكن الليلة ليلة حريق سجن الإدانة. يا رب يا رب في قلب كنبوها، ارفع دينونتنا على أنفسنا، ارفع إدانتنا لأنفسنا، ارفع تعجيزنا لأنفسنا، ارفع إدانتنا لأهالينا، ارفع إدانتنا لإخواتنا، ارفع إدانتنا لمن أخطأ، ارفع إدانتنا لمن صدر منه أمر زليل أو أمر كثير. النهاردة عايزين نشاور مش على أنفسنا بالإدانة، ولا على الغير بالإدانة، ولا على الأيام بالإدانة، ولا على الظروف بالإدانة، لكن لترتفع الأيادي على إله يرفع الإدانة. الليلة دي الرب يحطم الإدانة، قولوا أمين، عشان نعرف نتحرر. الإدانة سجن رهيب. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي قعد 27 سنة جوه السجون، اتحرك في 3 سجون أو 4، فقالوا له ماذا تقول عن السجن؟ قال تعبير خطير من ضمن تعبيراته، قال في السجن الذاكرة يا إما تكون لك خليلاً يا إما تكون لك عدواً. الذاكرة يا إما تكون لك خليل يا إما تكون لك عدو. قالوا له يعني إيه الذاكرة تكون خليل والذاكرة تكون عدو؟ قال يعني الذاكرة تخليك تجيب ذكرياتك يا إما تنجي نفسك من كل أخطائك. نيلسون مانديلا على فكرة مسيحي، يا إما الذاكرة تربطك وتخليك تعادي نفسك، حتى كوباية المية وانت بتشربها كشاب أو شابة تبقى بتشربها عارف بلا طعم، اللقمة بلا طعم، لأنك عمال تدين نفسك وتدين أخطائك. عارف أنا الود ود أعمل إيه الليلة دي؟ حرر كل شاب على حدة من إدانته لنفسه عشان تشفق على ذاتك. أكتر الشباب اللي بنشوفهم في البارات والخمرة هارت الكبد وهارت الجهاز الهضمي، عارف يقولك إيه؟ يقولك أنا بعمل كده وعارف إن ده غلط، بس أنا عايز أموت، أنا عايز أموت. ما تبص له كده تقول له في إله بيحبك، إنه عايز تموت. وآه الليلة دي لو نزلت أنا من فوق المنبر ورحت لكم شاب أو شابة فينا يقول لي أنا من كتر الإدانة النفس والإدانة للظروف والإدانة للأيام وإدانة لإخواتي وإدانة للأب وإدانة للأم وإدانة للحال وإدانة للوضع وإدانة للظروف في مصر وإدانة لكل شيء، أنا عايز أموت. هي فيها إيه حلو الدنيا؟ أقول لك فيها إيه حلو الدنيا، فيها إله حبك عايز يكبر العمر الباقي معاك، فيها إله يخليك عفوا مش تخطي، اجري ورفرف انا بجناحي من فرحتي اني ليسوع، يوم عن يوم بتزيد افراحي مهما قابلت عطش او جوع. قولوها معايا مره تاني، اجري ورفرف انا بجناحي من فرحتي اني ليسوع، يوم عن يوم بتزيد افراحي مهما قابلت. عارفين النهارده الروح القدس سيطلق الفرح، سيطلق الفرحة بعد الدينونة والإدانة، فرحة فرحة يا ناس. تقول أنا بتاع علاقات، أنا بتاع ترامادول، أنا بتاع فودو، أنا بتاع ستروكس. أنا عندنا شاب من مكان قريب من هنا بينقل من هنا لستة أكتوبر والعكس، فبقول له بيحبك، يقول لي انت عارف انا نقلت كميات قد ايه؟ بيحبك. عارف تجارت قد ايه؟ بيحبك. عارف انا اذيت قد ايه؟ بيحبك. عارف انا بهدلت شباب قد ايه؟ بيحبك. عارف كم واحد مات بسببي؟ بيحبك. عارف مسجون جوه ادانه نفسه وخطاياه وشروره، لكن ليكن حب الرب اعظم، حب الرب اعظم. هتقول طب ازاي الفلت من كل الخطايا دي والاخطاء؟ دم المسيح اللي اتصنع على أرض الجلجثة أعظم من كل البلاوي والخطايا والشرور والمؤذيات. هو في الدم، عندما بص لما الواحد يبص كده لدم المسيح، ماذا صنع المسيح بدمه من أجلي؟ بص، صنع الفداء اللي خلينا اتجرأ وأنا مش خايف وأنا مش بتعجز هتقدم كده وأقول له عمر اللي باقي ليك، حياتي اللي باقيه ليك، حياتي اللي باقيه ليك،
ارفعوا صوتكم معايا. حياتي اللي باقيه ليك، حياتي اللي باقيه ليك، حياتي اللي بقوله يا بنتي قولي، حياتي اللي باقيه ليك، حياتي اللي باقيه ليك، عمري ليك، حالي ليك، وضعي ليك، ايامي ليك، خطواتي ليك، دوافعي ليك، سلوكياتي ليك، احلامي ليك. اللي جاي روعه في الرب. لما تنطلق انفسنا من كل دينونه. اوعى سنه 90 انا فكرت في الموت اكتر من مره، واختبرت نعمه الله بعدها بسنه وكم شهر. ولما اختبرت نعمه الله قلت طب ما كنت ازاي بفكر في الموت؟ سجن ابليس المرير اللي يخليك تهون عليك حياتك وايامك، يهون عليك الجثه فترميها في اي مكان، ترميها في اي بيت لصناعه الخطيه، ترميها في اي بار، ترميها في اي برشامه. بس انت غالي يا اخي، انت غالي يا اخي، انت غاليه، انت غاليه. حررنا من هرده من سجن الادانه يا رب. شفتوا هنا اقوال الفم بيقول عنها ايه؟ بصوا بصوا، ريحا شديده. في سجن تاني على النقيض من من من, من السجن ده اللي هو ايه؟ هقول لكم عليه تستغربوا. في سجن في الارجنتين بيسموه من اخطر السجون، اسمه ميندوزا. سجن ميندوزا دي اللي في الارجنتين، السجن شايل حوالي 3.5 السعه المطلوبه. تمام. السجن ده بيعامله معامله من اصعب معاملات العالم. يعني اذا اتكلمنا امبارح على اخطر سجون امريكا اللي هو EDX، ميندوزا دي زيه بالظبط. بس في حاجه خطيره بقى في السجن ده، انه مفيش حاجه اسمه حمامات، لا بيدوهم اكياس عشان يستخدموها لقضاء حاجتهم، اذلاء. وفي حاجات تانيه بتتعمل ما ينفعش ذكرها في المايك تقديسا لمسامعكم. بس من ضمن الحاجات الخطيره، ممنوع حد يتكلم، ولو حد يتكلم كتير بيخيطوا له فمه. الالاف متخيطه في افواههم في السجن ده، متخيطه افواههم. وبرضه في سجن جيتاراما في رواندا يخيطوا افواههم. تخيط الافواه، تشوف مسجون كده متخيط، متخيط فمه مش قادر يتكلم. تخيلوا انا وانا بصلي، رب قال لي كثيرين موجودين لا في ميندوزا ولا في ريكرز ولا في EDX ولا في جيتاراما، هو ساجن نفسه بخياطة الفم، ما بيتكلمش. بص ما بيتكلمش. يعني لما تيجي النهاردة الواحد زليل، بس الترنيمة الأخيرة ولا قبل الأخيرة أنا زليل. بص لا تحتاج تسمع أكتر من كده، ده بص عايز إيه؟ بص نظرة للصليب الخشبي وأنا زليل. عارف عايز أقول له إيه؟ وأنا بصص للصليب وأنا عمال حاسس إن كل حاجة خرصاء فيا، وانا جوه سجن الخياطه للفم وللاراده وللقلب، عايز اروح مطلع كده من جوايا فزعه واقول له ارحمني، ارحمني يا رب. لن تكتمل حياتي ولا ايامي بهذا الوضع السليل، ان الداخل متخيط والاراده متخيطه والقلب متخيط والفم متخيط، لكن الروح القدس النهارده يجري العمل الناري، يحرر خياطه القلب ويحرر خياطه العزيمه والاراده والفم. وبص للرب كده وقول له عمر اللي باقي الكل ليك، انا للرب، انا للرب، مش هعيش مهزوم اسير. وانت حي وانت تقدر. مشيئه الرب في اليومين دول صناعه شبان وشبات، مش خارج نطاق السجن بس، لا مكرمين، معززين، منطلقين، احرار، متكلمين على الايام وعلى اللي جاي، مهما كانت التحديات ومهما كان ازمتنا الاقتصاديه في مصر الهارسه. بس بصوا، يا اللي بتقدر تطعم الطير هتقدر تطعم شعب وثق فيك مهما كانت الازمه الاقتصاديه. تقدر تشبع
بصني من فضلك اوعى تخلي كل تركيزك اللي خيط لك فمك ورده يا عم ده كيلو البصل بقى بكذا وكيلو مش عارف ايه بقى بكذا وكيلو كله ده بقى بصوا بس ما نقدرش نقول كيلو الدم بقى بكام لكن نقول قطر دمه تصنع المستحيل عظموه عظموه قطرة الدم قطرة دم المسيح قطرة دم المسيح تصنع المستحيل أنا أؤمن يا شبان وشبات لمن رفع عينه مع كلام أشعياء 64-4 لم ترى عين إله غيرك يصنع لمن ينتظره كل من تعلق بالرب وحط عينه على الرب بس القلب يكون الأول عاش للرب هيدبر كل حاجة الرب ليك إله لا يعجز إله لا يعجز السجن الثاني من فضلكم عدد 3 هل الله يعوج القضاء؟ أنا إنشاء عايز أقعد هنا وحاشا لمولاي وسيدي إن أنا أقول الكلام ده ونفسي شخص ربنا يسوع المسيح يروح قاعد جنبي روح سأله سؤال بيجي علي وقت أشعر وكأنك مش عارف المفروض فين فحب أعدل عليك وأقول لك أحيانا تعوج القضاء يا رب أحيانا ما بتعملش المفروض أحيانا في حاجات أنت مش واخد بالك منها عارف هيسيبنا اتكلم وبعد ما اتكلم يقول لي ايه انت في سجن تشويهي انت في سجن حبيته تتكلم عني ان انا ظالم وبشوه وبعوج مش واخد بالي وفقدت صواب المفروض بس انا مش كده انا القضاء بعينه وانا الحق بعينه وأنا الرب المسيطر على كل شيء انتوا معايا يا شباب اوعى تسيب سجنك ده من كتر الغلب عمال تقول ايه الرب ليه مش واخد باله هو الرب ليه مش عامل كده لا ده واخد باله واقول لكم النهارده من فوق المنبر انه لا يعوج القضاء لو عندك دايره ظلمت فيها بص ايدي انتظر دورك في رد الاعتبار الوقت اللي جاي لو عندك دايرة اتكسرت فيها انتظر رد اعتبارك الوقت اللي جاي لو عندك دايرة اتغلبت فيها انتظر رد اعتبارك الوقت اللي جاي مين يقول معايا امين متأكد متأكد انا متأكد انا متأكد ان الرب هيعمل كده وبزيادة باسم الرب يسوع المسيح أنت لا تعوج القضاء تقول لي أنت ليه أنا في وقت من الوقت زارتني حاجة زي كده هو فين الرب ليه عمل كده رحت ساكت رحت قعدت أسقف للرب وقلت له حاشا يتقال عليك في دماغي أي كلمة واتسجن فيها أنت حلو أنت حلو أنت حلو أنت حلو وكريم وعادل وسأرى الأيام اللي جاية أعظم جدا من اللي قالوه الوعاظ وقلت أنا لأنك إله تصنع المذهلات سقفوا له طبعا 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 هل يعوض القضاء إله ينصر إله يحيي إله يرفع المغلوب إله يكرم إله بعد ما إبليس حط اليد على البعض الليلة دي هيدغدغ أصابع ويد الشيطان وهيطلقك انطلاقة جبارة أؤمن مين يؤمن معايا أؤمن أؤمن قول أؤمن طلعها من فمك قول أؤمن 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 يا رب أؤمن يا رب آمن فيكون ليك صدقني في ناس هتمشي بصة كده إيه اللي انت عملته ده إيه اللي انت صنعته ده إيه اللي انت هيأته ده الرب يقول مع أشعياء 44 كتير هيتأملوا وينتبهوا ويقولوا إيه ده يتجاوب عليهم يد الرب قد أبدعت هذا أنا شفت شباب كان بيوزع مواد في حتت في القاهرة مواد مخدرة ونفس الشباب ده كان وقف في أماكن تانية يوزع نوبز أما تيجي تسأله إيه اللي حصل يقول لك إله خدني من حتة لحتة لأنه شفته صح إلهنا أن النقلة الجبارة لأنه عرفته صح
السجن الثالث خطير. السجن الثالث خطير. بصوا عليه كده. انا نفسي كنت اجيب حاجه بس ما عرفتهاش اجيبها ازاي يعني. بس المره الجايه بص في عدد 14 في ناس متكلها بيت العنكبوت. يعلم الله كنت اعرف حد لو لبس زعبوط. عارفين الزعبوط؟ جلابيه طيب عبايه يبقى ماشي في الشارع. بص وحاطط يعني ريحه بسيطه ماشي في الشارع كده نظام يمس ويصبح على الكل عشان حد يقول له ايه الروعه دي؟ ايه الشياكه دي؟ يا ابو عبايه يا ابو عبايه يا ابو عبايه. ومراته هي طالعه وهو طالع كده يحرسك يحرسك يحرسك. ما ابو عبايه ابو عبايه ابو عبايه. واه لو ربنا كرمه وقاعد في الكافيتيريا ولا الغرزة ولا القهوة بلدعة سيجارة أبو عباية في العباية يا لهوتي لو لدعته سيجارة عنده استعداد يرجع للي كانت بتقول له يحرسك يخرطها كده. ما العباية خلاص باظت. كل اعتماده ومتكله على عباية زي واحد عنده كله متكله على تجارته على صحته على شويه الشعره اللي ربنا كرمها عماله تزل اخواتها بيها بتضحك ايه وكسه على بص وكسه على شبان وشباك متكلهم بيت العنكبوت سجن. ده انا قابلت بنات كتير في اماكن كتيره خالص عارف لو ربنا كرمها بشكل معين وقعدت مثلا في كافيتيريا تقوم وتقعد وتقوم وتقعد وتقوم وتقعد. انا من النوع اللي صريح اقول لها عارفه احسن وزعي صورك على المكان وبلاها كل الانشطه العبثيه دي عشان تلفت النظر. ايه ده ايه المرض ده؟ هي عايزه تقول انا اهو. معقوله يا ناس؟ واللي عنده شويه فلوس ماسك فيهم واللي عنده شويه صحه ماسك فيهم واللي عنده مايك زي ده ماسك فيه زي حالاتي. متكلوا بيت العنكبوت متكلوا بيت العنكبوت. الأيام دي سجن اسمه بص هالة هالة. الأيام دي بالذات لا نفع صحة ولا جمال ولا ماديات ولا ثروة ولا كنز ولا مركز. كل شيء يتغير. الأيام دي بتوقع على حقيقة مهمة جدا. بيت العنكبوت كان زمان ينفع الاتكال عليه لكن دلوقتي بيت العنكبوت بيسقط. صدقوني بيسقط. لا نفع جمال ولا صحة ولا مركز ولا مال ولا دولار ولا يورو ولا استرليني ولا جنيه. أمال إيه اللي نافع؟ أنت وحدك ضامني. أنت وحدك طريقي. لو اتخلع من ذهنك السجن ده شوية الفراخ اللي بتتاجر فيهم مش متاكله. اصحى شويه الفلوس اللي مخليهم في اي مكان بسطه ولا بنك مش هو ده. صدقني مش هو ده. بعد الشر عليكم اعرف ناس بدات بتجاره الفراخ بشويه بسيطه عنده مزرعه واثنين وثلاثه واربعه. بس لو اتكل على دول متكله بيت العنكبوت. اتأثرت الشهر اللي فات ده أنا بحالة زي كده لظروف معينة. استدان بفلوس كتيرة جدا ودخل السجن وهم ثلاث حالات. حالتين منهم توفوا في السجن بظروف غامضة. وشاب من الشباب أنا يصعب علي أن ما قابلتهوش برضه توفى في السجن. واتصلت بمامته من ثلاث ايام جنبينا يعني بيبعد عن هنا بتاع 13 كيلو 15 كيلو. كانت تتمنى في القضيه بتاعته ياخد براءه لكن خد حكم وده كسرها. لكن الكسره الكبيره انه مات في السجن. وانا بكلمها كنت عايل هم اقول لها ايه واكلمها بايه. بس أنا من أول امبارح أو من ثلاثة أيام وأنا عمال أقول فلانة دي ياخد بخاطرها الرب ليل نهار ويصبرها الرب لأن ابنها مات في السجن. وبصيت كده للرب قلت له احنا حاطين عنوان
خلال اليومين الجايين السجن المحبوب، قول لنا كم واحد يموت في سجنه المحبوب. قال الرب: لن يموت واحد، لن يموت واحد. أنا خلصت الكلام، خد مني الإحصائية دي، آخر إحصائية. سنة 1956 اتحط قانون لتنظيم مصلحة السجون، قانون رقم 396، إن تكون سنة السجن بدل من 12 شهر 9. وفي قانون تاني اتحط سنة 2018، قانون رقم 6، إن سنة السجن تبقى 6. فأنا بصيت قلت كان سنة السجن 12، سنة 56 بقت 9 شهور، سنة 2018 بقت 6. فرفعت عيني للرب كده قلت له: فيش قانون منك أنت؟ يا ترى سنة السجن أنت هتخليها معانا كام؟ فرد من يحب ويرحم وينعم: لا 9 ولا 6 ولا شهر ولا أسبوع، ليلة فرج وإطلاق سماوي تكون. براء براء براء. انت عارف الرب يستقبل كل واحد فيه، هتقعد تقول له: انا جريمتي كذا، انا من النوع اللي نصبت، انا من النوع بتاع المخدرات، انا من النوع بتاع النساء، انا من النوع بتاع فعارف هيروح يقول لك ايه؟ براء براء. احكم عليا سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا براءة. كيف البراءة؟ في الدم الذي سال على الصليب. حد عايزه الليلة دي؟ أنا مشتاق ليه، أنا اللي بخدم مشتاق ليه، أطل عليه طلة كده وأقول له: عفوا مولاي سيدي، لو كنت سقطتك من حسابات الفترة اللي فاتت وانشغلت وتهت واتكلت على بيت العنكبوت وغبت عنك وتهت عنك، لو كان الفترة اللي فاتت اتهمتك انك انت ما بتعملش المفروض، وياما 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 عوقت القضاء وعمال اقول انت ظالم ومش دريان بالناس ومش دريان بالمريض ومش دريان بالكسرة ومش دريان بالموجوع، اتاريك دريان وتاريك طيب وتاريك حنين وتاريك عايز تحضن وترفع، ياما وجهت ليك كلمات فمي ريحا شديدة. ممكن الكلمة الصغيرة دي؟ أيوب 17 بيقول في أول كلمة، أنا قدامي 20 سنة وصلي، بصوا كده مزمور سبعة، آسف، أيوب 17 أول كلمة، أيوب 17 أول كلمة، أيوب 17 أول كلمة، روحي تلفت. بس أهي أنا عايز أتقابل مع الكلمة دي، بصوا على الشاشة وبصوا على الصليب. روحي تلفت، أيامي انطفأت، إنما للقبور أو إنما القبور لي. ثلاثية سجن رهيبة، تلفان مطفي، أنا للموت. بصوا على الشاشة وبصوا على الصليب. مين عمال يقول روحي تلفت؟ عارف لو بص كده المصلوب يقول لك روحك تحيا. بص كده، ايام انطفأت، هتنور الايام اللي جايه. انما نفس للقبور، بالدم الذي سال على الصليب ستحيا وتنظر وتقفز كالايل باسم الرب يسوع المسيح. حد عايزه الليله دي؟ حتى عايزه الليلة دي؟ هيغير المشهد خالص، صدقني هيغير المشهد خالص. لو حد فينا عايز الرب يكلم الرب وما تكونش إرادتك ولا فمك متخيطة، وقف معايا في محضر الله. ممكن نغمض عينينا كلنا، وكل اللي عايز المسيح من فضلك، كل اللي عايز المسيح ارفع ساعد إيدك فوق راسك. أنا مش هطالب حد يطلع قدامي الليلة دي علشان ضيق مساحة المنبر، لكن كل اللي عايز الرب وانت في مكانك ارفع ايدك، اللي في البلكونة وعايز المسيح ارفع ساعد ايدك في محضر الله.
كل اللي عايز الرب من فضلك ارفع ايدك في محضر الله وقول له وانت واقف، قول له استقبلني الاستقبال الرحيم، استقبلني استقبال العفو الالهي، استقبلني الاستقبال اللي يخلي نفسي تقول كانت روحي تلفانة وكانت أيامي مطفية وكان شعاري أنا للقبور، لكن جاء إله الرجاء وغير المشهد وقال لكل حي يوجد رجاء، أيامك للنور واللي جاي خير، وأنت ليس للقبور، أنت للحياة الأبدية. ارفع ايدك من فضلك، وارجو كل الاخوه والاخوات المشغولين بالكرازه يعدوا على احبابنا واخواتنا واخواتنا اللي ايديهم مرفوعه ويصلوا معاهم. ارجوك سيب اخوك يصلي معاك، لا هيجي جنبك يصلي معاك، ده مش شخص اسف يعني تطفل عليك، لا ده بيشاركك صلاتك علشان من يتحد في الصلاه اذا اتفق اثنان يكون لهم. فسيب أختك تصلي معاكي وما تستغربيش الموقف حتى لو جديد عليك من فضلك، ما تستغربش الوقت ده، ما تقولش ده فلان أحسن مني، لا ده بيشاركك، فكلنا في الموازين إلى فوق، كلنا متعبين، كلنا محتاجين، كلنا في الموازين خفاف، ليس لدينا ولا ليس نملك، لكن في الرحيم نملك كل شيء. اوعى تكون متخيط، بص لي لان محور الرساله النهارده، اوعى يكون قلبك متخيط ولسانك متخيط فمك متخيط انك تقول له محتاج لك الليله، لكن صوتها وصرخها، صرخوا الى الرب، صرخوا في ضيقهم للرب، ارسل اعفاءك الليله دي في وسط كمبها يا رب، اعفاء براءة، نجاة، تغيير المشهد، حياة، حياة، حياة. اوعى اوعى تكون مكتوم لسه، اطلق فمي يا رب واطلق قلبي يا رب. اخواتنا المسؤولات عن الكرازة في الكنيسة أرجو أن يتحركوا ناحية الأخوات ويصلوا، أخواتنا المسؤولات عن الكرازة، الفريق الكرازي اللي في الكنيسة يصلي مع الأخوات اللي رفع أيديها. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب تسد تلمس هد بتوبك، أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب تسد تلمس هد بتوبك، أنا هلمس هد بتوبك. أنت شافي نفسي، أنت شافي جسدي، ارفع ارفع ايدك وقول أنت طبيبي، أنت طبيبي، أنت إله عظيم، أنت إلهي شباب اللي في البلكونة صل مستحيل تحييني، مفيش مستحيل، مفيش، انت اله عظيم، انت انت الهي معك، مفيش مستحيل تحييني من مماتي، ايوه انت الهي، ايوه انت الهي، انت انت يسوع الفادي، ايوه انت بتدي سلام، انت
حبيبي ابدا ماح خوفي انا بس محتاج صوتك انا هدفي رضاك وخوفك انا بس محتاج صوتك يا رب انا هدفي رضاك وخوفك انا طلبي ان اشوف المجد حتى آخر باب تسد ألمس هد بتوبة أنا هلمس هد بتوبة ارفع صوتك وقول له يا رب فترة اللي فاتت استمر كلام أقول أيام انطفأت وروحي تلفت وأنا للقبر عمال أغني الأغنية السجنية دي وأنا في السجن عمال أنا حظ وأقول الوضع صعب والوضع صعب الروح تلفت الأيام انطفأت الخير راح لكن في طريق للصليب النهاردة يا رب أقطع مع قرار التوبة اجري واقطع مع الرب كفاية الأغنية الزليلة دي إن كله انطفى كله تلف كله راح كله ضاع يلا نقطع مع بعضين يا شبان وشبات كل اللي عايز يقطع قرار التوبة ارفع ايدك وتجرى ارفع ايدك كل للرب الليلة دي الليلة دي انا عايز اتوب يا رب الليلة دي عايز ارجع يا رب الليلة دي عايز الوضع يتغير يا رب مش هعيش دايما اردد 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 سجن مرير ترديد كلام الانهزام والكسرة والانطفاء والتلف لكن يوجد إله يحيي ويقيم ويرفع ويكرم ويشفي بس اقطع معاه قرار التوبة عدم القطع بيتعبنا كل نهضة بنسمع ونرجع تاني كل نهضة بنسمع ونسيب الرب كل نهضة بنسمع وبندور حوالين نفس الدائرة لكن روح للمركز النهاردة الصليب وقول له يا رب أنا بسلم العمر ليك بسلم العمر ليك بسلم الحياة ليك الشباب اللي في البلكونة فوق شبان وشبات كل اللي عايز يسلم للمسيح ارفع ايدك برافو ارفع ايدك ومش بس ترفع افتح قلبك ومش بس تفتح قلبك اصرخ لربك وقول له الليلة دي انا ليك وكل العمر اللي جاي انا ليك اغسلني بدم الصليب اغسلني يا رب بالدم اديني قلبا جديدا يلا نقولها ككنيسة من فضلكم قلبا نقيا اخلق فيا يا الله قولها معايا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله بصوت عالي قلبا نقيا اخلق فيا يا الله بصوت اعلى قلبا نقيا اخلق فيا يا الله قلبا نقيا اخلق فيا يا رب طلع الصرخة ولا تكن قرارك ولا اختياراتك متخيطه انا محتاج لمساتك تشفيني بكلماتك دب في روح حياتك انا جاي لك بدموع من قيدي اطلقني يا رب كسر ابواب سجني رب ارجوك الحقني خلصني أنا محتاج لمساتك تشفيني بكلماتك دب في روح حياتك أنا جاي لك بدموع من خدي تلقني كسر 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 مرجوك الحقني مد إيديك يا إلهي يا رب انا محتاج يا الهي اتغير من جواك انا محتاج يا الهي تغيير من جواك انا محتاج لمساتك يا رب يسوع تشفيني بكلمات يا رب يسوع بفروح حياتك انا جاي لك بدموع من قيدي اطلقني
نحتاج لمسات. أيوة يا رب. دب في روحي حياتك، أنا جاي لك بدموع من غادي. اطلقني يا أبويا، كسر أبواب سجني يا رب. أرجوك الحقني، خلصني يا يسوع. شكرا يا رب. كسر أبواب سجني، رب أرجوك الحقني، خلصني يا يسوع. أنا محتاج لمساك، كسر يا رب. دب في روحي حياتك، أنا جاي لك بالطوع من قيدي. اطلقني يا أبويا، كسر أبواب سجني. ايدك من فضلك والليلة دي معلم نجاحها الوحيد ان الخياطة الداخلية والخارجية تقع وتطلع صرخة الرجوع للرب. ده معلم الليلة ونجاح الليلة دي، ان صرخوا في ضيقهم والرب استجاب. ارفع ايدك وقول له انا جاي بالحالة، انا جاي بالحالة اللي محدش يقبلها. اصلك قلت تعالى وحالتي هتتحملها، تتحمل ان انا اجي واصرخ واقول لك بداية جديدة، سكة جديدة، طريق جديد، قلب جديد. يا رب فك نفسي لاني شاعر ان في قيود مسكاني، لكن الليلة دي عمل الروح القدس اقوى من كل بلوية وخطاياي وقيودي واوتادي. اسمع تاني، عمل الروح القدس اقوى من كل بلوية وخطاياي واوتادي. وانت رفع ايدك قول للرب كده، انا عايز اتفك بقوة الروح القدس، عايز عمل الروح يا رب. تاخدنا للصليب، اغسلني. انا استاذنك يا سويم مرة تانية، انا جاي بالحالة، انا جاي بالحالة. واحنا رافعين ايدينا ارجوك وخليها تطلع، مش بس تسمعها، قول له انا جاي بالحالة. جاي لك بالحالة ما حدش يقبلها أصلا قلت تعالى حالتها تتحمل. أنا جاي، أنا جاي لك بالحالة. تقدر ترفع صوتك، ارفع صوتك.
أصلك قلت، أصلك قلت تعالى حلت حملها. أبواب سجني رب أرجوك الحقني خلصني يا يسوع، أنا محتاج لمساتك اشفيني دب في روح حياتك، أنا جاي لك بالروح من قلبي اطلقني كسر أبواب سجني يا حزين عزيني، أنا جاي جاي لخبط بريقني واشفيني، المسني بسلطانك أيوة وارميني مجد جلالك أيوة، واغمر قلبي بحنانك أيوة وارويني، أنا جاي الجاي يا رب، وريني مجد جلالك وامر قلبي بحنانك ورويني. مرة أخيرة وإحنا رافعين أيدينا يا شباب، اللي جاي بيجري، اللي جاي مشتاق، اللي جاي شاغف، اللي جاي قاطع مع الرب، اوعى تكون توبتك النهاردة تمني. أنا لا أتمنى، لكن النهاردة أنا ناوي أقطع قرار كامل مع الرب. قولها معايا، أنا لا أتمنى لكن ناوي أقطع قرار كامل مع الرب. التوبة لا محاولة ولا تمني، التوبة قرار قاطع تسلم العمر والقلب للرب. التوبة مش محاولة، التوبة مش محاولة، التوبة مش تمني، التوبة مش يمكن، التوبة مش بيعملها الرب، قطع. ارفع ايدك وقول للرب كده، قول له اقطع معايا النهاردة قرار التوبة، عايز اطلع انسان جديد. كفاية غلب يا رب، كفاية غلب، كفاية غلب، كفاية غلب، كفاية غلب، كفاية غلب يا رب، كفاية غلب. سامع صوت في أعماق إن في نفوس بتتفك الآن، أيوة يا رب، أيوة، وقيودها بتقع يسوع، والدوب زي الشمع قدام النار. كون من ضمن دول، كوني مصدقة إن ده شغل الرب، هتخرج إنسان نظيف، هتخرج عمامتك على راسك كرامة الفادي، خطواتك هتنضف، رجليك هتتنضف، قلبك هيعرف يحب ويشاور على الغير. لو في شاب موجود في الموبايل بتاعه محتوى الفيديوهات، في إدانة للغير، في فيديوهات عن بنت بصور أو مناظر، امسك قدام ربنا مش الموبايل، لكن امسك قلبك وقول له يا رب عفوك يا سيدي، من الليلة دي قدسني أكون بعرف أحب وارحم، مش أدين واربط النفوس بأخطائهم وخطاياهم وذنوبهم، ده مش تخصصك، أنت إنسان وأنا إنسان، من يدين من يحكم. ممكن كل الكنيسة نرفع ايدينا لفوق،
أرجوكم وإحنا رافعين إيدينا طالبوا الرب أسلحة العدو في كنبوها تسقط كلها. اسم يسوع اللي موجه العدو للشبان والشبات والأسر كسر وحطم ودوس وإسحق يا ابن الله. اسم يسوع لأن البلد دي غالية على الرب جدا، فإبليس عايز يكتب عليها مصطلح إنها مفترسي. لن تكون كنبوها مفترس العدو، كنبوها باغية الرب، كنبوها بلد الرب، شبانها وشباتها مطلب الرب ومنين ومهمات عند الرب. واحنا رافعين ايدينا نقول للرب كده: امكس في بلدنا، صود على بلدنا، حطم اوسانها، ارجف اوسانها، كسر واسحق اسلحه العدو، شد من البيوت، شد من العناد، شد من القساوه، شد من الرفض، شد من الموانع، شد من السجون، اصنع مراحمك المتميزه في قلب كنبوها يا رب. اغني كنبوها بالمراحم الإلهية، ابعت ميتك وسيولك على القرية بصورة متدفقة فياضة. ارجع للبلد دي بالنهضات الحقيقية القوية من صنع وإبداع وإنتاج الروح القدس. هات النهضات اللي فيها ترجف أوسان القرية بحق. طلبوا يا شبان وشبات لترجف أوسان القرية ويحل الرب بسلامه وقدسته وحضوره ونقاء السماء تتجلى على الأرض. العدو قد تمني خرابه وبيته مهدوم، والرب الجالس وعرشه جعل حدود خرابه وبيته مهدوم، وعرشه جعل حدود وعديم القوة بقى قادر بصليب يسوع. No.
والحق والحياة. يسوع عند الطريق والحق والحياة والخبز النازل من السماء في الخلاء، وانت اللي أتت وكمان المحفوظ، إذا رأى عمل النعمة
I'm